صاب عليكم تماني الا بس عليكم العائله الفاميله. المهم ما نطولش عليكم بزاف الخوت. اليوم هذه 8 ونص ديال الصباح، اليوم الجلبه ديال النار غادي نديو هاد الدق البره. وطلبوا لينا يعني ما ديك البره ما تاثرش فيها وما تشدش السخانه وداك الشيء. ثم كما عارفين الخوت كاع كتشدنا السخانه ملي كندقوا ديك الجلبه، كتشدنا السخانه وكتشدنا التبوليشه وكنمرضوا. يا ربي ما تمرضش نور وتبقى على قد لقد الاستطاع ديالها وترتاح مع راسها وبقى معانا الخوت. المهم اخوتي ها هي نور ناعسه مسكينه هنايا ناعسه. باقي مسكينه باقا دايخه بالناس. شو كتاش انا اخوان شو باقا ناعسه ها؟ كيفاش كتفايقينا يماك تقرعتي تقرع. نور نور كبيده هذيك كبيده كناس كناس لا كناس. ايوا كبيده اليوم دقي البرا ان شاء الله ما يكون والو، ان شاء الله ما يكون والو. كدير لك تكسلي علينا، تكسلي على المجتمع، تكسلي 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 على المتابعين ديالك، تكسلي انتم يا خوت كتكسل عليكم. شو هيا شو طوكيو الخوت كيجاوب يا باش تبدلي ليها. يلا سير يلا خوتي هي تبدل ليها، خيوات تبدل ليها ونكملوا الخوت. ايوا هذه هي الوقت، هذه هي الدنيا الخوت. و شنو نقول لكم ايوا نجيو نطلعوا شي طليله على الصبح. هي شو الضبابة الخوت والله الا فينا الضبابة بالله ضبابة شنو الضبابة. يلا زيدوا الخوت يلا يلا اللي بغى يشري شي طوموبيل يجي عندي مرحبا. هانتوما شحال عندي من الطوموبيل. كون كان عندي هادو اخوت كون رفعت فين كاين هنايا. نعطيكم طوموبيل السكيورتي ديال خدمتو الخوت. هو شتو. تحياتي لكاع صحاب السكيورتي حق الرب. الله يعمرها دار الناس ديال السكيورتي الخوت، كيكونوا ولاد الشعب والله الا كيكونوا ولاد الشعب. شو مسكينه انت 8 ونص ديال الصباح هو كيبقى غادي جاي من البارح حتى لدابا انت. الله تحياتي ليا الخوت صراحه. بالنسبه للناس الخوت اللي عندهم تجربه وعندهم ولادهم اللي دقوا الجلبه لاول مره، الجلبه ديال اول مره، يفيدونا في هذا الفيديو هذا. قلنا شنو هما المشاكل اللي غيطراو في هذه الجلبه هذه، اذا شنو هما الامراض اللي غتمرض بهم. الله يحفظ البنيته والسخانة، واش غتشد بوحمرون ولا غادي تشد بوشويكة ولا تحت بزاف. الناس كيقولوا بحال هكا فهمتي، ولكن انا ما عنديش تجربة الخوت باش نعرف شنو غيشد. واش تشد غير السخانة؟ واش هادي كاين اللي ما غتشد حتى شي حاجة؟ واش فريمون كاين اللي ما غيطرى له والو الا كان عند المناعة؟ ولو هما كيكونوا باقيين صغار ما عندوش مناعة، وديك البرا هي اللي كدير لهم المناعة وكتقويهم شوية وكذا. ايوا نتمنى لكم انكم نقول لكم انكم تفيدونا بشي حاجه. الله يجازيكم بخير الخوت. دلتي ليها كبيده كبيده مسكينه المقراج يخرج لي عقلي. شوف علاش كدير المقراج؟ شفتي انت اش تبغي رد على حنا هنايا؟ لا لا ما كاين والو. لا هنا يا كاين الجلبة غا هنا نمشيو نجيو دغيا. يلا لقينا العامر؟ لا ما يلا يلا ما كاين لا عامر لا والو. يلا نديو السوار تاع الخوت ونديو السوار. شوف واش طوكي سير بلاصتك ما تخرجش اليوم، سير بلاصتك صافي.
بالي يلا بالي بالي. ايوا الخوت نديو لها الوريقات ديالها والاساس ديالها الخوت اللي هو كاين هنايا. كنا عندنا اوراق كنا عندنا هما الوراق الخوت الدفتر ديال الدفتر الصحي ديال الاطفال. ها هو الدفتر الصحي ديال الاطفال الخوت كل شيء عنده. هذا كتبقى معاها تتولي عندها شحال هي 7 سنين و 6 سنين ياك اخر جلده ديالها ولا مرضات فاش وهذا راكم عارفين الخوت فوتوكوبي لا كارت ديالي وهاد اللعيبه ديال النور راكم عارفين بلاش نوريكم الخوت دابا نور لا نستيكم كثرة الهضره الخوت وقيلا ممنوع تبيع النورك ياك هنايا في التليفون الان منو لا 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 عادي وقيلا ها انتم الخوت داكشي ديال سمعتو بلا ما حتى نوريكم مزيان تقدروا ضربونا بكوبي رايت ولا شي حاجه فهمتي ياك في الفيديو. المهم الخوت هادشي اللي كاين لا قد السمية وكنية ودوك اللعيبات ديالها فوتوكوبي لا كارت ديال الآية باش نوريكم. ايوا هادشي اللي كاين الخوت قام نور اليوم الكبيدة ديالي ديري الجلبة ها قولي للمتابعين ديالك يتهلاو فيك يبارطاجيو الفيديو ها قولي ليهم يبارطاجيو الفيديو قولي لهم راه كنتسناكم تبارطاجيو الفيديو ها لا قولي ليهم يبارطاجيو الفيديو ها يبارطاجيو ها انتم شو ديم جات لها شو دير كي دارت لها قلت لكم بارطاجيو الفيديو بارطاجيو الفيديو ها كخرجين لهم نسيل قول لهم يلا 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 ايوا الخوت اول نظاف واخر نظاف سبحان الله. ايوا الخوت هي لابسه مكبطه عندنا ضربة عندنا الصبار باغي تمشي لايطاليا ولا ما عرفتش في غاده من البرد غنمشيوها بشوية انا غنمشيوها بشوية راه خينا انا اصلا طوكيو رد البال للدار صافي غنمشيوها هنايا ونجيو ما تخافش. يا خوتي حنا غنمشيو دابا غنديو هاد الوراق كي قلنا وغادي نهرسو عرش عندي حتى بلاصتك تروي بشوية الناس باقيين نايمين 8 هادي ونص ناس اللي خدام خدام واللي انا زيد سي بلاصه تعال شوف غادي نخدم اوكي كي غوت مسكين قال لك ما تخليونيش بوحدي ما تخليونيش بوحدي ايوا نديرو تيت زيرو ها انتم الخوت الاواخر شي حاجه اوفيسيال ها انتم كنشوفوا داك الشيء على المباشر الاخر ديال انا تحياتي لكم برق الله برق الله الاخر ديال الاواخر حنا معاهم فهمتي هوت كاع فهمتو انتوما الخوت هوت كاع هوت كاع ما غاديش يقول لك قطع لنا ديال الخير غايقول لك غايقول لك في البلا هو غير عز سقزة الميطير مباشر شوف نتحدى اي واحد عنده الميطير هذا يبان معايا في سباق ماشي مشكل ريمكو كونفيتير انتوما شتو الخوت يلا ومحطوط لي البيع انا قلت لكم شد لي هاد الوراق كلشي ياك صافي لا ما اش لا كارت او ما هزيت والو فراسك ما جبتش انا كاع داك الدفتر يلا طلع ها المشكل اللي غنطيحو فيه دابا دابا مشكل طحنا فيه طحنا فيه. ايوا خوتي حنا فقنا وحنا غاديين دابا وركبنا على هاد الميطير وصايقين في الطريق شوفو هادشي تغير صافي صباح مبروك. هاد المرة ساكت هاي الموتور الخوت هذا دير لنا حالة هذا الموتور تسوقو تدير لنا حالة تبع
خوتي دقوا لي هاد الجلبة شوفوا كلشي على عينيكم دابا كاين ياك الخوت شنو كاين شوف واحد الجامع القهوة قوية جيت داخل في القهوة هاديك المرة كاين حتى شي قهوة من غير هاد تراك تورطيج ويلي بارك وزيد في ذلك اصايب وشاد دار التليفون راه واش عارفو السقا السوكي داير تحدى اي ولد المرا على هاد النوطة هاد مكاينين سكتي انا اللي كاين انا اللي كاين في هاد الواقع انا اللي كاين دابا فهمتو السقا السوكي انايا شوني هانتو طويلة طويلة يا نعشيه ايوا تحيه للدري هذا المهم اخوتي حنا غادي للغابة غادي للغابة في الاواخر سمعتونا غنمشيو للغابة ديال الاواخر وغندوي معاكم ان شاء الله واحد الاسعاج ديز بغيتي فيها كاين فهمتي وبغيتي فيها كاين زعما راه هو فهمتو الخوت لا ما احتاج عاود انا ما محتاج نهضر بزاف الا هضرت بزاف مشكل بحال شي بيبي صغير كيكون جالس كنبدا نغوص فيه وين بغيتي انت حي الحمير اش وجوهكم مخبوطه المهم لا ما كدوش عليهم واش تصفي ولا مال تحسب كلاس ولا هذيك كنا دايرين زيت فهمتو وتحياتي اللي جاو واحد القرع فهمتو بقرة ولكن هانية فهمتي ندوم زوم معانا فهمتي الوالدين الله الوالدين فهمتي تحية الدجاج خوتي دخلنا العروبية الخوت عاوتاني هنايا فهمتو دخلنا العروبية تحية لصحاب الشركة مباركة فهمتي دابا شتو فين دخلنا للحمد اللي كيعرف الحمد طلع عين عتيق بلوغ العين عتيق هانتوما كتشوفو اللهم بارك وزيد في ذلك اللهم بارك وزيد في ذلك الخوت هانتوما الله كبير الخوت الله كبير دورنا زوينين شتي معايا 25 مليون هانتوما اللهم بارك اخوتي وحطنا شي 25 مليون حدا الباب الله يسهل عليكم الله يجازيكم بخير 25 مليون المهم قربنا ليها هاهي راهي شتي هاهي هاهي ديك البلاصة اللي شفنا اللي دازت من حدا الكاميو الخوت هادي هاد لا طايرة تما فين كاينين دابا تحية القطاسة والبناية تا هما ماني بلاك فين مراتي درتي قهوة شي ولا خليها اوبلا مرسى بابا حنا وصلنا الخوت ايوا خوتي حنا باقي كنتسناو آية باقا ما خرجاتش دابا هادي جاية لتسعود ونص دابا باقا آية ما خرجاتش نتسناوها تخرج حيت ما خلاوش الرجال يدخلوا نتسناوها تخرج دق الجلبه للنور وتخرج ونهضر معاها خوتي هي ايا جات وجاب نور كتكس كي ايا نور بقات بزاف بقات خوت نور كتكس كي ما شفتهاش فاش كتقاتل على الصراحه كتسمع غوتات مسكينه الخوت بقات كتبكي ايوا راه قاعد تسنى الجلبة قاعد درنا الجلبة ودوزنا الجلبة اختار هاني شي مشكل شي مشكل هات كبروا تنسى ياك الخوت هات كبروا تنسى لا هات كبروا تنسى هات كبروا تنسى
كاين. ايوا حنا دابا نصورو الدار. صور معنا صورت معنا واحد السيدة تحياتي ليها من الفيديو. صورت معنا حتى هي مسكينة دارت وجه الجلبة ياك دارت الجلبة وتصورت معنا الله يسهل عليها وشي غنقول ليها وفتنا تلقاو ولكن ماشي مشكل خوك هذاك عشاك يد وحدة سمعني التحية شي الله يلا عرفت الموتور خطرة ثقيل ولكن هادي فهمت وانتم تحيات فهمت حنا دخلنا خوتي البارطمون ديالنا حتى البرطبة ماشي ديالك ويلي كامل ديالك كاين اللي باغي يطير والله يشرب ايوا الخوت صافي دابا غادي نحطو الموطور ونعيشو اللحظة كومسا كومسا سي باسا يلا خوتي دبي تندخلو ونكملو ونعيشو معكم اللحظات ديك الايه نعم ونعيشوا معهم لحظات ايوا الخوت احنا جينا طلعنا للدار وهاي مسكينه نعساس مكاويه مسكينه دقات الجلبه هي دابا ناعسه مسكينه ايوا وقفي نهضروا معك واحد القيطه باش حسيتي ملي كنتي حطيتي بنتك انت عمرك تلقتيها من يدك حطيتيها باش دق لها السيده الجلبه باش حسيتي كنتيح فيهم اصلا كنتيح فيهم ناس الله يعمرها دار ناس زوينين ضريفين والله حتى ضريفين في الحمد يعمرها دار يعني كيقداو الغرض هذه لك غرض ما كيتكبروش عليك والله حتى الله يعمر لهم الدار زعما الناس ديال الطب والله حتى دايرين خدمتهم في المغرب قسما بالله تحياتي لكم الخوت تحياتي لكم الخوت والله الا تحياتي لكم الخوت يعطيكم تحياتي لكم ايه وكتحبكم كاملين وكتبغيكم والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا والله ينصر سيدنا وعاش الملك الخوت المهم ايوا ها هي نور المتابعين ديال نور هي ديك اللعيبه نشربها لها هي نور شنو هي عطاتها الخوت هادي بغيتكم تقول لنا ديال اش هاد اللعيبه هاد هاي قالت شربها لها عادت ناس ها هادشي اللي قالت لي فاش تمشي للدار شربها لها ياك اذا نشربها لها خليها مسكينه ناعسه قالت لي شربها لها خليها تتفيق غاتفيق وشربها لها دابا مسكين مكرمي خليها باش تنسى تهرس شويه الجهد وي غتشرب هادشي كله اشو غنمشي للفارماسيان انا دابا علاش سولوه لا اش ما تسوليش قالت لك دابا قالت لك شربها قالت لي ديرها لها في معلقه وشربها لها صافي عادي كاين هي كيفاش غنديرها لها في معلقه ماشي دابا خليها تتفيق غتبغي زعما دير غتبدا تشد في المعلقه وهي قالت لي فاش دا للدار ديرها لها تخاف عما نديروش لا تطلع لا عادي عادي لا عادي بالعكس عاد دابا غتنعس غتفيق غدا تبكي لك غديرها لها غتبغي ترضع ضروري عطيه هذا هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية ويبعد عن الضوء مخصص الضوء ها شنو فيها شنو الا كان عند البيبي 6 شهور كيعطيو غير 1000 ملي غرام هذه كامله كان عنده شهرين كيعطيوه 2000 اذا هذه كامله دابا غتشرب هادشي كله ياك اه يوم زين من عرفتها انت من تما كويده ديالي مسكينه ناعسه ما يخليك لينا بعد يوم بعد اوب 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 كتكسل نور 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 خليها مسكينة ناس نور خليها ناس صحة ديتي ماما ماما ولا حبيبة ولا حبيبة ودو 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 خليها مسكينة شبي فيها شبي في ماما قيس قيس يلا بدات كتصحى حل سخونة لا لا باقا يلا بدي. انا ماما قالت لي كاين ميزان الحراره بغات تسطيني ماما ما تبغى تسطي فين انا ولا كاينش قالت لك كاين ميزان الحراره تما ما كاينش ما كاينش هاش كاين ويلي ما كاينش انا متاكده ما كاينش ما كاينش ما كاينش
إذا ما يجب علينا أن نشتريه باش نقيسو لها الحرارة. المهم خلي هذا المسكين تنعس، هبط حطيه في ديك البلاصه ديالها، حتى بلاصه نقل هذا البلاصه جمع الدار وسميتو ويكون خير. المهم الخوت انتم شفتوا كل شيء بعينيكم الخوش، ايوا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وهذا الفيديو نبغيكم تبلبلوه الخوش، تبلبيل تبلبيل باش تبلبلوا هذا الفيديو الخوت باش نبقاو ديما معاكم حنايا على القرص، وما تزابيوش بارطاجيو وجهدوا الكومونتيرات وليجيم وتهلاو فراسكم.